السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم ميدان، أهلا بحضراتكم. النهاردة عايزين نصمم دايرة بسيطة جدا لشحن بطارية الموتوسيكل. الدايرة دي تقدر تصنعها من الخردة، وذلك باستخدام دايرة لمبة ليد تلفة، باستخدام ترانزستور موجود في لمبة النيون لو تلفة برضه. هنشوف مع بعض ازاي نصمم الدايرة. هنحتاج نستخدم اللمبة النيون واللمبة الليد لاستخراج العناصر الإلكترونية منهم، بحيث نصمم باور سبلاي متغير الفولتية الخاصة بيه. هنستخدم من البوردة الخاصة باللمبة النيون ترانزستور رقمه زي ما واضح امام حضراتكم 13003، او ممكن يكون في لمبة النيون الكبيرة بيكون 13005 بحيث يدي امبير اعلى. هنستخرج من الدايرة الترانزستور 13003، ونستخرج من اللمبة الليد التلفة هنستخدم الدايرة الخاصة بها، ولكن شرط ان الدايرة الخاصة بلمبة الليد تكون نظام ليد درايفر، يعني بتخرج تيار ثابت ولكن فولت متغير على حسب الحمل المتصل به. زي ما حضراتكم شايفين دي الدايرة، ازاي اميزها ان هي بتخرج تيار متغير. الدايرة بتتكون من عدة مكونات الكترونية، شرط اساسي فيها يكون موجود الاي سي ده او المتحكمة هي اللي بتتحكم في جعل فرق الجهد بين الطرف السالب والطرف الموجب صفر. تتكون الدايرة من بريج أو موحد، اتنين مقاومة قيمتهم 474 أو مقاومة سطحية تعتبر القيمة الخاصة بها 470 كيلو أوم، مكثف للتنعيم، ده ملف لإزالة النويز، مكثفين برضو للتنعيم وتغيير الفولت أو التحكم في الفولت عن طريق المتحكم الهية. ده شكل الترانزستور اللي احنا استخرجناه من اللمبة النيون، رقمه 13003 زي ما واضح أمام حضراتكم. الترانزستور ده بيتكون من ثلاث أطراف. أول حاجة نحب ننوه عنها إن الطرف الأوسط هو يعتبر جسم ترانزستور، الطرف الأول من ناحية الشمال البيز، في المنتصف كولكتور، الأخير إيميتر، يبقى بيز كولكتور إيميتر. هنستخدم مقاومة متغيرة قيمتها 20 كيلو أوم أو ممكن برضو 30 كيلو أوم 40 كيلو أوم مفيش أي مشاكل. المقاومة المتغيرة بتكون من ثلاث أطراف، هنوصل الطرف الأوسط بطرف البيز، والطرف الناحية دي هيوصل معانا بطرف الكولكتور زي ما واضح أمام حضراتكم. دي طريقة التوصيل. بعد ما انتهينا من توصيل المقاومة المتغيرة بطرف البيز والكوليكتور، هنجيب مقاومة فيوزية أو مقاومة أي قيمة تكون قليلة جدا، يعني زي ما حضراتكم شايفين المقاومة دي تعتبر معايا 25 أوم، ممكن نستخدم 15 أوم أو ممكن تكون المقاومة صفرية. هنستخدمها لحماية لو حصل ارتفاع في التيار أو سحب التيار، نضمن سلامة المقاومة المتغيرة بحيث ما تتلفش معانا كل شوية. المقاومة اللي معايا ألوانها بني أخضر أسود ذهبي، هنوصلها بطرف المنتصف الخاص بالترانزستور او طرف الكولكتور، ممكن نوصلها احنا طبعا مش هيفرق معانا بطرف المقاومه المتغيره. ده هيكون داخل الفولت الموجب. نوصل كده انت هنا. بالنسبه للدايره الخاصه بنا، ادي طرفين دخول اللاين والنيوترال، يبقى دول طرفين 220 فولت، دول طرفين خروج. الطرف الابيض الطرف السالب والطرف الاحمر هو الطرف الموجب. هنوصل الطرف الابيض هنوصل الطرف الابيض بطرف المقاومه المتغيره، الطرف الثالث المقاومه المتغيره. كده انتهينا من توصيل الطرف السالب بالطرف الثالث للمقاومه. هنوصل الطرف الموجب بطرف المقاومه الفيوزيه اللي احنا استخدمناها. كده انتهينا. يبقى ممكن نراجع مع بعض. هنوصل الطرف الاوسط اللي هو يعتبر طرف الكوليكتور بطرف المقاومه، وهيكون معانا طرف دخول الفولت من البوردة، وهيوصل معانا الطرف السالب بطرف الثالث المقاومة، أما طرف البيز بيتصل بطرف الأوسط المقاومة. فاضل معانا طرف الإيميتر، هيكون ده الفولت الخارج، وهيكون الطرف السالب طرف مشترك. يبقى هنوصل طرف الإيميتر بكم، وطرف السالب هيوصل معانا بكابل آخر. كده انتهينا من التوصيل. فاضل هنجيب جهاز الافوميتر نظبطه على 200 فولت تيار مستمر. هنوصل الطرف الموجب بالطرف الابيض والطرف السالب بالطرف الاخضر.
زي ما واضح امام حضراتكم. فاضل هنوصل مصدر الفولت ادي طرف لاين وادي النيوترال. اهم حاجه تواخر الحذر لان احنا نعتبر مش عاملين عزل كويس للاسلاك او للبورده، فانت لما تستخدمها كباور سبلاي ممكن تستخدم عزل كويس. هنوصل الفولت كده، وصلنا طرف الكهرباء ادي معانا 56 فولت. هنغير في المقاومه المتغيره زي ما واضح امام حضراتكم، وصل معانا الفولت الى 1 فولت وستة من عشرة. لو غيرنا المقاومة 40 60 فولت 140 فولت اقصى فولت. كده انتهينا من توصيل الدائرة ومن اختبار الدائرة. فاضل بقى دلوقتي عاوزين نعرف ازاي نظبط الفولت لشحن البطارية بامان. طبعا البطارية الموتوسيكل تعتبر 12 فولت، لو انت محتاج تشحنها فولت شارج ممكن تكون 14.2 من 10 14.4 من 10 ما فيش اي مشكلة. هنبتدي نغير في المقاومة المتغيرة بحيث نحصل على 14 فولت. كده حصلنا على 14 فولت وتقريبا 2 من 10. هنفصل جهاز الافوميتر. كده احنا ضامنين ان التيار، كده احنا ضامنين ان الفولت مستقر يعني مش هيتغير. هنجيب البطارية زي ما واضح امام حضراتكم، هنوصل الطرف الموجب بالموجب والسالب هيوصل معانا بالطرف السالب. كده البطارية بتشحن مفيش اي مشكلة، تعتبر بطارية حاليا بتشحن، ولكن الامبير هيكون ضعيف شوية. انت محتاج شاحن بطارية متسكة في مرة واحدة وهتقدر تصمم الدايرة دي هي بكل بساطة، مش هتصرف عليك 10 ل 15 جنيه. البطارية اللي معايا حاليا تعتبر فول شارج، برضو ممكن نشوف الامبير نتأكد ان في سحب امبير ام لا. هنوصل يعتبر في سحب امبير ولكن ضعيف لان البطارية اللي معايا فول شارج، لان يعتبر اخرجتها من جسم المتسكة فالبطارية بتبقى مشحونة باستمرار. الامبير المسموح حاليا يعتبر 1.4 من 10 ملي امبير. طبعا الترانزستور هيستحمل معانا حتى 1 امبير مفيش اي مشكله. شغلت لمبه على البطاريه بحيث الفولت الخاص بها يقل شويه. بعد ما الفولت يعتبر قل وصل معايا التيار المسحوب للبطاريه الى 124 ملي امبير زي ما واضح امام حضراتكم. يبقى كده الفكره الخاصه بينا نجحت تماما مفيش اي مشكله، والبطارية تعتبر بتشحن. برضو أكد لحضراتكم لو احنا عايزين نرفع الأمبير الخاص بالشحن ممكن نغير القدرة الخاصة بالبردة، بدل ما دي تعتبر بردة لمبة 9 وات ممكن تستخدم لمبة 40 وات أو 45 وات مفيش أي مشكلة، هيدي معاك إلى رفع الأمبير زي برضو ما استخدمناها في فيديوهات سابقة. يفضل وضع مشتت حراري للترانزستور. يبقى احنا كده قدرنا نحصل على شاحن بطارية الموتوسيكل باستخدام درايفر الخاص باللمبة الليد مع ضمان ثبات الفولت باستخدام ترانزستور 13003 لضمان ثبات الفولت. وبكده نكون انتهينا حلقه النهارده. ارجو من حضراتكم الاعجاب بالفيديو لان ده برضو بيرفع معانا في مستوى القناه بحيث تسمحوا لان الفيديو ينتشر اكثر واكثر. شكرا متابعين قناتكم، ده اتمنى تكونوا استفدتم معانا. الرجاء الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.